عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج انطلقت، وفي صباح يوم الجمعة هنا في سفارة لبنان في البحرين انطلقت العملية. في هذا التقرير سنستعرض سير العملية الانتخابية. هلا نحن عندنا المسجلين، العدد الإجمالي للمسجلين 638. لغاية هلا من شي نص ساعة كان عندي أكثر من 140 مقترع إجوا، ومثل ما شايف ما شاء الله يعني في أعداد بعد عم تجي. نحن للساعة 10 بالليل مثل ما شايف كل قضاء وكل دائرة صغرى في لها ورقة، وعلى كل هالورقة هي مطبوعة سلفا بتكون في لوائح المرشحين. الناخب بفوت بيختار ورقة، نعطيه نحن ورقة ونعطيه المغلف حسب منطقته حسب الدائرة، هو بده يختار لائحة، ومن هاللائحة في شيء اسمه صوت تفضيلي، يعني بيختار المرشح المفضل. وأنا بدي يعني من خلالكم نوجه شكر للسلطات البحرينية، وبخص بالذكر وزارة الخارجية ووزارة الداخلية اللي سهلت منح التأشيرة بسرعة وأمنتنا كل ما يعني المستلزمات، أي شيء يعني الحمد لله كله متوفر، وشكر كبير لنا. نحن عم نصوت للتغيير، وبتمنى انه هيدا التغيير ينفع تنشوف اللبنان يلي نحن بيشبهنا، ويقدر كل مغترب يرجع على بلده. انا بعتقد انه كل شخص بلبنان كان برا اما جوات لبنان لازم ينتخب. هيدا اولا واجب وطني لكل لبناني انه ينتخب، يحط صوته بالصندوق ويختار اللي بيشوفه الشخص المناسب في المكان المناسب. هيدا يعني في اقبال، اللي شفناه في اقبال رائع من جميع اللبنانيين بالاغتراب. واليوم نحن بمملكة البحرين بتشكر مملكة البحرين اولا على استضافتنا كلبنانيين. انا من الاشخاص صار لي 20 سنه في ساكن في البحرين وعملي في البحرين، فبقى متشكر المملكه على استضافتنا وعلى التعاون معنا كلبنانيين. جينا نحن نغير، ننتخب نمط جديد، جيل جديد، جيل نرجع لبنان مثل ما كان سويسرا الشرق، اللبناني طائر الفينيق، مفروض يرجع لبنان مثل الاول بعلاقاته مع دول الخليج، دول عربي ودول العالم كله. نحن اليوم ببحرين انتخابات مجلس النيابي اللبناني 2022، بيكون قبل انتخابات اللي بتصير بلبنان باسبوع، ب 15 ماي بيكون بلبنان. نحن هلا اليوم بالبحرين بنهار الجمعه العطله الرسميه، في حوالي 640 شخص تقريبا مسجلين بالبحرين تينتخبوا، عدد كثير كويس. اوكي، العالم كلها سوا بتطلع على التغيير، تغيير يعني هذا عرس الديمقراطيه بلبنان، كل العالم بدها تغير، وان شاء الله يطلعوا هالانتخابات شيء كثير منيح وتغييرات منيحة إذا الله راد. العلاقات اللبنانية البحرينية هي علاقات قديمة قديمة قديمة، ويعني ما بنسى أنا وقت اللقاء مع جلالة الملك 2011 أخذ وقت الطويل 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 يحكي عن تاريخ البحرين وتاريخ لبنان المشترك من أيام زمان وزمان، أيام جلجامش حتى، وهذا متجسد أكيد بس بكلام جلالة الملك، حتى بكل نسيج العلاقات اللبنانية البحرينية بالتعاطي الكامل. اللبنانية والبحرين بيحسوا حالهم عايشين ببلدهم أكثر من حتى بلبنان، بالصراحة هي هيك. أكيد صوتنا بيعمل فرق، وهذا واجب وطني، ولبنان وطننا ومنحمله معنا وين ما منروح. يعني بتمنى يكون يعني الخير للجميع، يعني أكيد بتمنى يتحسن الأوضاع اللي نحن منعيشها كلياتنا، وطبعا قدي عدد المغتربين صار، فإن شاء الله إن شاء الله بيعمل فرق. نطمح لشيء أحسن لشيء أفضل، وما لازم ولا واحد يمتنع عن التصويت، لازم كلنا نصوت لنغير. نتمنى لأولادنا يعيشوا بلبنان ما يعيشوا بالغربة، هذا اللي بدنا إياه. بس أنا جاي أنتخب لأنه خلص الانتخاب حق، إن أنا بدي أغير، وما فينا ما ننتخب، يعني الصوت هو اللي كل صوت حيعمل فرق، وإجبارة يعني نجي هيدا، واجبنا الوطني تجاه بلدنا، ونحن هلأ بالغربة لسبب. أنا أحب أرجع على بلدي، وإن شاء الله يعني هالانتخابات تكون بداية خير. هلأ أنا انتخبت التغيير، بيروت التغيير. يعني نحن علينا نعمل واجباتنا، ننتخب وجوه جديدة تغير بالبلد، لأنه اللي قبل جربناهم على 30 سنة ونفسهم نفس الشغل ما عملوا شيء للبلد، فبدنا ناس جديدة تغير وناس جديدة تحسن. وأنا بدعي الكل أنهم ينتخبوا، ولو أنهم عندهم شك بس جربوا الناس الجديدة لنغير بالبلد. يعني نشكر دولة البحرين، مملكة البحرين، أنه استضافتنا وفتحت قدامنا الاوبشن ان ننتخب. اكيد بلدنا الثاني، ومشكورين على هالاوبورتونيتي، وكل شيء كان مسهل
وكل شيء كان أوكي. نحن بسفارة اللبنانية بالبحرين جينا نصوت اليوم، العملية كتير منظمة، وندعي كل الشباب والصبايا المسجلين يصوتوا ويعبروا عن رأيهم بكل شفافية وحرية. نحن بالبحرين، اللبنانية بالبحرين، منحب ندعي كل اللي ما صوت بعد يجي يصوت ويعبر عن رأيه. وانتخبت وان شاء الله انه يكون شيء لصالح لبنان، وهذا اللي بنتمناه صراحه. شيء بيكبر القلب عالم تيجي اليوم وتصوت تدلي بحق الديمقراطي وحق الوطني اللي لازم نعبر فيه عن ارائنا. واكيد ما فينا نشكر الا مملكه البحرين على اتاحتنا هذه الفرصه وحسن التنظيم. ان شاء الله بتكون يعني لخير لبنان، نطلع من الازمه اللي نحن فيها وان شاء الله بنوصل للافضل.